أتعس أهل الأرض، هكذا وصفت منظمة الهجرة الدولية لاجئ الروهينجا في بنغلاديش. وقال المدير العام للمنظمة ويليام لاسيسوينغ في بيان إن لاجئ الروهينجا يواجهون تهديدا ثلاثيا يتعلق بظروف الطقس القاسية ونقص التمويل والمستقبل المجهول الذي ينتظرهم. وأكد سوينغ ضرورة أن يظل العالم منتبها لهذه الأزمة حتى لا تؤدي إلى نتائج مأساوية سيعاني منها ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا في بنغلاديش. وقال سوينغ إن الروهينجا في منطقة فوكس بازار باتوا عرضة ليصبحوا أتعس أهل الأرض، فهم بلا مأوى وبدون مستقبل، مطالبا العالم بالتوحد لدعمهم. وحول ما تتعرض له نساء الروهينجا من معاناة، أشار سوينغ إلى ضرورة توفير فرصة لجميع الأمهات سواء من اللاجئات أو السكان المحليين للوصول إلى مرافق آمنة وصحية للولادة، مشيرا إلى أن نقص التمويل بات يهدد الخدمات الخاصة بشكل عام وبصفة خاصة رعاية الأمهات. وأسفرت حملة قمع سلطات ميانمار ضد أقلية روهينجا عن فرار نحو 700 ألف شخص، 60% منهم أطفال، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 9000 آخرين.